يبدو أن إدارة ترامب تستعمل كل الأوراق وتلعب على كل الأوتار لإدانة الغريم التقليدي الصيني من بوابة ملف كورونا، والأدلة على أن الفيروس نشأ في مختبر في ووهان الصينية موجودة كما يقول وزير الخارجية الأمريكي. تذكر أن لدى الصين تاريخ من نقل العدوى إلى العالم وتاريخ من إدارة مختبرات دون المستوى المطلوب. هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها العالم للفيروسات كنتيجة لفشل في مختبر صيني، وبالتالي وبينما يقوم مجتمع الاستخبارات بمواصلة عمله وعليهم ذلك لتحديد ما الذي حدث، أستطيع أن أقول أن هناك عددا هائلا من الأدلة أن الفيروس جاء من مختبر في ووهان. يتناغم تصريح بومبيو مع خرجات الرئيس الأمريكي المعتادة، تختلف العبارات والمعنى واحد. توجيه اللوم إلى الصين كان منذ بداية أزمة تفشي الفيروس، اتهامات للصين بإخفاء المعلومات والتماطل في توجيه رسائل تحذير لدول العالم، ثم اتهامات أخرى بشأن منشأ الفيروس. والآن ووفق إعلام أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقول إن الصين أخفت المعلومات عن الفيروس لتخزين المعدات الطبية اللازمة لمواجهته. اعتمادا على استراتيجية إدارة ترامب بشأن منشأ الفيروس، فقد أدى ذلك إلى اهتزاز علاقتنا مع الصين، بغض النظر عن التقرير الذي يظهر وكأن الصين خلال تلك الفترة قامت بعمل تعديلات على تجارتها وارداتها وصادراتها للحصول على معدات طبية دون إخبار العالم وبالتالي إخفاء معلومات. مع ازدياد أعداد الوفيات والإصابات في أمريكا زادت الانتقادات لإدارة ترامب، فوجه ترامب اللوم إلى آخرين. في تغريدة جديدة يرد ترامب على انتقادات سابقة وجهت له بأنه علم بأمر تفشي الفيروس في وقت مبكر بقوله إن الاستخبارات أعلمته بالأمر في أواخر يناير. وبكل الأحوال يبقى الجدل الأكبر حول منشأ الفيروس وكيفية انتشاره، لكن ذلك لا يغير ما كان على الإدارة القيام به كما يقول منتقد الرئيس الأمريكي. تؤكد الإدارة الأمريكية أن منشأ فيروس كورونا هو ووهان الصينية، لكنها لا تعاقب ما إذا كان خرج عمدا أم عن طريق الخطأ. ولحين تأكيد الإدارة تستمر التكهنات بشأن منشأ الفيروس، ويستمر الجدل في الشارع الأمريكي بشأن تعاطي إدارة ترامب مع أزمة حصدت حياة عشرات الآلاف وأدت إلى إصابة أكثر من 1,300,000 من الأمريكيين. ريما أبو حمدية، العربي، واشنطن.